السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى أنكم تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. طبق الرجلة راح نقدمه لكم بطريقة بسيطة وما يخدش الوقت ومليح وممتن صحيا. هذا النبات كما مراكم تشوفوا عنده أوراق شوية سميكة، الساق اللون يروح للوردي أو الموف، راح متواجد بكثرة فصل الصيف في البساتين خاصة في الأرياف. هذا النبات راه مفيد بزاف للجسم تاعنا خاصة في طرد السموم، لأن في فصل الصيف راح ناكلو بزاف الحلويات وناكلو بزاف اللحوم. هذه النبتة راح تساعدنا على طرد السموم من الجسم. نغسلوها مليح، أنا غسلتها 4 مرات. بعد ما غسلتها راح نقصتها قطع صغيرة. تقطو هذه الرجلة نحو الأوراق تاعها برك وديروها في السلاطة، فيها عدة أطباق بإذن الله. ندير لكم أطباق أخرى منها. نحطيت مع بعد ما قطعت الرجلة جبت بصلة متوسطة نقطعها أيضا إلى مكعبات صغيرة. نحطها تتقلى مع 3 ملاعق كبار زيت وشوية ملح، ما نكتروش الملح، ونخليوه يتقلى على نار قليلة. ناخذ 3 حبات من الطماطم قطعهم قطع لمرتين لاني راح نربيها المتوسطه مش برقيقه. هنا بعد ما ربيت 3 حبات طماطم وبعد ما تقلى البصل نضيف طماطم عندي المعدنوس ومعها الكزبر او الدبشة نقطعهم. نربي 4 فصوص ثوم في كسرونة اخرى وحدهم. بعد ما نربي الثوم نضيف عليه 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. نحطهم على نار قليلة دقيقة أو دقيقتين. نضيفهم على البصل والطماطم. نضيف لهم الرجلة والكزبر والمعدنوس. هذا النبات راه غني بالفيتامينات ومليح بزاف لصحتنا. نتمنى انكم تجربوه وتعودوا تستعملوه في الاطباق تاعكم، لان في المنطقة تاعنا هذه ما نستعملوش نبات الرجلة بالرغم من انه متكاثر بزاف عندنا. هنا بعد ما طابت حوالي 5 دقائق ما تاخذش معنا وقت في الطهي. بعد ما حطيتها في طبق التقديم زينتها بالليمون او القارص
تزيين بالزيتون، هذا الطبق روعة، بنين بنين يهبل. طيبوه وما رايحينش تندموا عليه، لأنه طبق صحي 100%. واللي تحب تعرف على فوائد الرجلة تروح لليوتيوب الدكتور محمد الفايد، راح يزيد يفيدها أكثر فأكثر. نزين بالزيتون، هنا شويه الفلفل حار، زينت به الطبق تاعي. هذا هو الطبق النهائي للرجلة، طبق يشهي وصحي. نتمنى منكم انكم تجربوه، واكيد راح يعجبكم. ما تنسوش دعم القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.